نقدر نجول نقدر نحط الشوك نعلي الورود نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود نقدر نجول رمضان 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 بالخير تعود. الواقع الصعب دائما يكشف لك معادن الناس، وانك تحتاج لشخص وتلاقيه في عز حاجتك له هذا دليل على انك ما زلت محاط باشخاص ذو ثقة وفي مجتمع ما زال يعرف معنى الانسانية. عشان كذا في حلقة اليوم بنتطرق إلى موضوع مهم خصوصاً في ظل الوضع الحالي لبلدنا، وهو مساعدة النازحين. وعشان في لبس نوعاً ما بين مفهوم النازحين واللاجئين، خلونا في البداية نعرف من هو النازح ونعرف من هو اللاجئ. اللاجئ غالباً هم أشخاص عبروا حدود دولتهم إلى دولة أخرى بسبب الظروف السياسية، بسبب الظلم، بسبب الاضطهاد، بسبب أشكال وأنواع كثيرة من العنف، كانوا ضحية لهذا العنف. هذا اللاجئ ما بنتكلمش عليه. النازح اللي احنا بنتكلم عليه اليوم هو الشخص اللي ما عبرش حدود دولية لكن اضطر انه يغير مكان معيشته بسبب ظروف واوضاع حصلت في مكان معيشته، بسبب الخطر اللي يحاط فيه في مكان معيشته، فاضطر انه يغير مكان معيشته الى مكان اخر. قد يكون انتقل ما بين المحافظات من محافظة الى اخرى لكنه ما زال يعيش في نفس دولته. الظروف والأوضاع اللي مرينا فيها في البلد أفقدتنا كثير من الأشياء وخصوصاً مقومات الحياة. فقدتنا بيوت، فقدتنا أعمال، فقدتنا أشخاص، افتقدنا أسر، افتقدنا فيها أشياء كثيرة. في ناس اضطرت بسبب الأوضاع إن هي تسيب مكان معيشتها وتنتقل إلى مكان آخر بدون ما تعرف هي فين رايحة وعند من وكم وليش وفين. وفي أشخاص بالرغم من الخطر اللي واجههم في أماكن عيشتهم إلا أنهم اضطروا آسفين يرجعوا إلى هذه المناطق حتى إذا كانت بالنسبة لهم ما زالت تشكل نوع من الخطر. وبالمقابل في ناس إلى الآن سنة وأكثر من سنة ما زالوا مشتتين. ليش؟ لأنهم مش عارفين فين يروحوا وفين يبقوا وفين ينتقلوا. في أشخاص فقدوا بيوتهم بالكامل وما بقاتش البيوت هذه قابلة للاستخدام مرة أخرى، وفي أشخاص حتى لو بيوتهم ما فقدوهاش بشكل كامل إلا أنها أصبحت مجرد ركام تحتاج ملايين لإعادة إعمار هذه البيوت. وفي أشخاص بالمقابل قد يكونوا لا فقدوا ذا ولا ذاك لكن فقدوا أعمالهم، وأعمالهم دي هي اللي كانت تدفع لهم المصاريف والإيجارات والملابس والكسوة والاحتياجات المادية وأشياء كثيرة جدا. الآن اليوم وفي هذه الحلقة بالتحديد لازم نتكلم عن هذا الموضوع، لازم نشوف احتياجات النازحين الأساسية اللي من خلالها يقدروا أنهم يكملوا حياتهم في أي مكان أنت موجود فيه داخل البلد، في أي محافظة، في أي مديرية، في أي قرية، في أي مكان بمعنى الكلمة. بتلفت يمين بتلفت شمال بتلاقي في عندك كوم من النازحين. طبعاً احنا ما نتكلمش على الناس اللي تلاقيهم في الشارع، والله أعلم إنهم كانوا نازحين ولا لا، بالرغم من إنهم يقولوا لك إحنا نازحين. إحنا نتكلم عن الناس العفيفة العزيزة اللي ما خرجهاش من بيتها إلا الشديد القوي، اللي حاولت قدر الإمكان إن هي تصبر وتصبر وتصبر لكن للأسف حست إن حياتها في خطر، وإنه لو ما خرجتش من هذا المكان وإذا ما اضطرتش إن هي تكون نازحة فبتخسر حياته وبتخسر أسرتها.
كثير من الناس بيقولوا طيب عشان نسهل على أنفسنا إحنا المهمة، في مراكز للنازحين، صح؟ في مراكز للنازحين، لكن مش كل الناس موجودة في هذه المراكز. في ناس رفضت إن هي تتواجد في هذه المراكز لأسباب أو لأخرى. المهم إن نحن لما نلفت للموضوع نشوفه من كل الجوانب اللي بتقدر إن نحن نساعد فيها، اللي بنقدر إن نحن نساعد فيها أكبر كم ممكن من الأشخاص. وحالتهم تعبوا وبهنس محتاجين يا أخي، واللي يزيد يحس في النفس التاري ماهو إنه بالناس تعبين قوي. تعرف البيت الذي في شكل جامع ذي في حارتنا، البيت الصغير هذا المهجور؟ أيوه، أبصرت كيف كانت حالته. أه. كم لما عرض للإيجار ما أحد رضي يستأجر ولا أحد رضي يسكن، ما أحد يستأجر فيه هذا. من سكنك قال بيوطل، الحمام خارب، الطيق مكسر، حالة ده حالة. أكيد أكيد. تخيل اليوم أنا خادم من هناك أبصر قد بالناس ساكنين فيه. مالك من ذي استأجر فيه؟ من استأجر في البيت هذا وهو مكسر وحالة حالة؟ أظن إنه مطبخ، ما بيش مطبخ، صالة وغرفة وحمام بس، ومزيد مكسرات. أنا لو قد ناولا وهن سابرات سهل قد، وعلى ما قلت أنت مكسرة، لكن قلت لك اليوم ساكنين فيه واللي شكلهم يا أخي رحموا شكلهم من هؤلاء النازحين. ولا ما بش معهم من يعولهم. طيب أنت بسرت كم منهم؟ كم عدد الأسرة؟ كيف حالتهم؟ يا أخي ما بسرتهمش، أنا غير بسرت المرة وجهة وحالتهم حالة، يعني شكل أنا ما نشتاري من عيد يعولهم، من عيد ديلهم حكا لجاء. أنا داري مدام استأجروا في هذا البيت والله شكلهم محتاجين، فإحنا من عيد ديلهم، من عيد ديلهم أكل، من عيد ديلهم حكا الإيجار، ما رأيكم نصير نزورهم؟ أنا قد قلت هكذا، نصير نزورهم ونرجع نمر للمنظمة هذا الذي بتوسع حق العيد. سابر نصير بصير لهم محتاج وشي حالي، وزيد بصير لهم حتى أكل ولا شيء ولا معونات غذائية. كتو ما بسم الله نكسب أجرهم. فكرنا وقررنا أوكي بنزور النازحين، كيف ممكن أن نحن نزورهم؟ وكيف ممكن زيارتنا تكون داعم لهم، محفز مش محبط؟ فكر بأنك تساعدهم بالمال، ولو كان في أسر عزيزة نفس وما بترضيش إن هي تأخذ المال هذا بصورة مباشرة منك، حاول إنك تجمل المال هذا بشكل هدايا أو بشكل سلة غذائية أو بشكل احتياجات رئيسية. وإن كان المال ما ينفعش والمال دائماً مش كل حاجة، فكر بشيء ثاني، مثلاً زورهم. طيب أوكي ما أنا بزورهم وبعدين بعد ما زورهم؟ لا، زورهم بس. طب إيش بتعمل زيارتي بس لهم؟ بتعمل كثير. كفاية إن هي بتحسسهم إنه ما زال في أشخاص يحسوا ببعض ويرحموا بعض ويعطفوا على بعض. غالباً زيارتك لهم تعمل فارق كبير. الشيء الثاني، تفنن في هذه الزيارة، أبدع، فكر. إذا ما حبيتش لا مال ولا حبيت هدايا، ألعاب. هم أكيد عندهم أطفال زيهم زي أطفالك، خذ لهم ألعاب. خذ أسرتك معاك لما تروح. من نازحين مش شخص ولا امرأة، النازحين عبارة عن أسر أو غالباً ما تكون أسر. فزي ما أنت أسرة هم كمان أسرة. خذ ابنك ومرتك أو بنتك ومرتك وروح معاهم، قرب خذ فطورك معاهم وافطروا مع بعض، وخلوا الرجال يفطروا مع بعض وخلوا النسوان يفطروا مع بعض، وازرعوا الألفة اللي افتقدناها من سنين. في شيء ثاني ممكن تقدمه، الفئة المثقفة في المجتمع لهؤلاء الأشخاص. أنت مثلاً صاحب فرقة مسرحية، صاحب فرقة درامية، صاحب فرقة كوميدية، خذ فرقتك وعمل لهم زيارة وجمعهم كلهم في مكان واحد وعمل لهم سكتش ولا اثنين. اجلس معاهم جلسة طبيعية، جلسة عادية، تكلموا، نكتوا مع بعض، اعملوا أجواء فريحية بينكم البين. وعلى فكرة مش عيب إنك تدور على الطريقة المناسبة لتقديم المساعدة لفئة معينة من الناس، ولا عيب إنك تتفنن وتبتكر عشان تضحك الناس وتسعد الناس، بالذات الناس اللي محتاجة إلى سعادة.
صحيح في مراكز قائمة على هذا الموضوع، لكن كم قهد المراكز؟ كم بتوفي ولا كم؟ أحياناً نروح للناس البعيدة على أمل إن نحن نطلب الأجر وندور الأجر، وهذا الكلام صحيح، لكن أحياناً يكون الشخص جنب أذنك وانت تروح تدور الأذن الثانية. أقاربك هم أولى بهذا المعروف. وعلى سيرة الأقارب، كثير أقارب تكون مش لاقية مكان تأتوي فيه، مش لاقية مكان تتواجد فيه، تجلس فيه، تنام فيه، تشرب فيه، وانت تسيب كل ده وتروح تدور بعد النازحين اللي في آخر الدنيا. تذكر إن الأقربون أولى بالمعروف. كثير من الناس لما تسمع إنه في مبادرات للنازحين، في مبادرات لمساعدتهم، في مبادرات للرفع من معنوياتهم، تقول لك بس ما فيش معاكم شغل شاغل إن النازحين. الناس للأسف أصبحت وهي نازحة تتاجر بنزوحها. ما لكش داخل، أنت كل اللي عليك أنك تقدم عمل خير تكسب منه أجر. وإذا أنت سمعت على الموضوع وعجبتك الفكرة بس مش ملاقي المدخل المناسب، خذ الفكرة واعملها بوست على الفيسبوك واعطونا آراءكم كيف ممكن نساعد النازحين في خواتم شهر رمضان. ولا شعورياً بتلاقي الأفكار تطلع من واحد لوحدة، من واحد لوحدة، الفكرة اللي عجبنك شلها واعمل فيها. مشاهدين الكرام، خلصت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل إن الأمن والأمان والسلام يعم في البلاد وما يبقاش في أي نازح بعيد عن بيته ولا أهله ولا موطنه ولا أي شخص خارج أحضان البلد، وتعود الديار كما كانت وتعود النفوس كما كانت. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وعلى أمل لقائكم بكرة على نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود. نقدر نجود رمضان.